لو تدهن فيدهن. تدهن يعني شنو؟ كلمة تدهن من الدهن. الدهن عادة يلين أشياء الصلبة يلينها. يعني ودوا أنت تصير لين يعني وياهم. لين يعني شنو؟ تتنازل عن أوامر الله، تتنازل عن أوامر الله تعالى، حتى هم يتنازلون عن تعليماته. يقولون هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. وليد بن المغيرة عنده ثروة، عنده أغنى واحد في مكة، عنده ملايين ذهب وعنده أولاد عشرة، واحد منهم خالد بن الوليد. وتعرفون خالد بن الوليد هذا واحد منه من أولاده. يقول خالد الوليد بن المغيرة اجى إلى رسول الله قال يا محمد صلوا على محمد وآل محمد، قال يا محمد أعطيك 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 أكوام من الذهب وأزوجك أجمل البنات، أجمل بنات العرب بالشر. شنو الشر؟ قال أترك دينك تعال يا ابني، فلوس أعطيك فلوس. هذا الملعون وليد بن المغيرة عبال رسول الله مهالشكل يبيع دينه بالذهب أو بالزواج بنات حلوة. ودوا لو تدهن يعني مرونة، تتنازل شوية، استعمل وياهم لين، لين على دينك، وعلى اللين بالأخلاق زينة، وقول له قولا لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت للمؤمنين وللكفار. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من جهة. رسول الله ألين الخلق إيمانا وأخلاقا للمؤمنين، لكن بالنسبة إلى الكفار كان أشدهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم.